الضيف الأمريكي هو يخلط بين موقف الحكومات العربية وبين موقف الشعوب العربية، فحتى أن معظم شعب بلاد الحرمين الشريفين هو يقف إلى جانب فلسطين وضد التطبيع، وأيضا يؤيد موقف اليمن وموقف حزب الله وموقف المقاومة الإسلامية في فلسطين، فما بالك ببقية الشعوب العربية والإسلامية. ولذلك أمريكا تدعم محمد بن سلمان لوضع كل علماء الدين وكذلك المشايخ يضعهم في السجن. الآن يقول أنه مركز الإسلام في السعودية، وهذا غير صحيح، لكن حتى لو افترضنا أن هذا صحيح، محمد بن سلمان المدعوم من أمريكا يضع اليوم كل علماء الدين في السجون الذين لم يؤيدون في كل سياساته، وخصوصا فيما يتعلق بقضية فلسطين. أيضا معلومات الضيف الأمريكي ضعيفة سواء التاريخية أو الدينية، ويقول أن اليمنيين هم لم يسلموا إلا متأخرين، اليمنيين هم من نصر هذا الدين، فعندما بدأ الرسول صلى الله إيران عليه وآله وسلم دعوته في مكة قامت قريش بمضايقته، ولم يقف إلى جانبه إلا الأوس والخزرج في المدينة، وهم من أصول يمانية، وأيضا كان لبقية اليمنيين دور كبير في نصرة هذا الدين سواء على مستوى الجزيرة العربية أو على مستوى العالم، حيث أن اليمنيين أسلموا برسالة، ولم يسلم بعض العرب إلا بحد السيف، بحد السيف اليماني. لذلك نلاحظ أن اليوم من يقفون إلى جانب الكيان وهم قلة، هم لا زالوا امتداد لحركة النفاق في ذلك الوقت. أيضا أريد أن أذكر الضيف الأمريكي أن من بعد البعثة النبوية أن الحرب بين الحق والباطل في هذا العالم إلى أن تقوم الساعة سيقود طرفين، من سيقود راية الحق هم اليمنيين، ومن سيقود راية الباطل هم اليهود. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. من أولي بأس شديد؟ اليمنيين، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، وهذا تحقق، حيث أنه تم القضاء على كل مؤامرات اليهود على هذا الدين في الجزيرة العربية، سواء بني قريظة أو بني قينقاع أو بنو النضير أو يهود خيبر، بحد السيف اليماني وبقيادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو بقيادة الإمام علي عليه السلام من آل بيته. إذن هذا التحالف اليماني وبين آل البيت هو تحالف الحق. طيب ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ورد الكرة لليهود علينا، وحروب، 6 حروب في صعدة، وأيضا الآن عدوان واسع على اليمن. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم ولا يدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة، أي اليمنيين.